اولا احنا لا ننكر انه ايران دوله جاره، دوله مسلمه، لكن في نفس الوقت انه هناك اشياء بسلوك الايراني، هناك جزئيه في سلوك الايراني، جزئيه مهمه واساسيه في سلوك الايراني، وهي سياسه توسعيه وسياسه تدخليه. هذه السياسه هي اللي تعيق اي عمليه تعاون او تنسيق بين الدول الخليجيه والدول العربيه بشكل عام وبين ايران. فبدون تخلي ايران عن هذه السياسه، عن طموحات التوسعيه، عن طموحات الامبرياليه الحقيقه، انا باعتقادي انه لن يحدث باي شكل من الاشكال اي تقارب، لسبب بسيط انه هذه السياسه الايرانيه تهدد وجودنا، تهدد امننا، تهدد استقلالنا، وبدون التخلي عنها لا يمكن التوصل الى اي اتفاق ممكن بين الطرفين. المشكله الاساسيه ان الايرانيين لا يودون ان يعترفوا انه سلوكهم هو المشكله الاساسيه في عدم وجود تعاون بين الطرفين.